لو قلبكم فيه مرة رق وحبيتوا تدوا للطفل حق، اسمعونا هنقول لكم على حق. حد يهمكم ده ابنكم من حقه انه يعيش سعيد، مش بس يفرح يوم العيد، من حقه انه يتكلم ويقول قراره ولا يسلم، يقول من حقه يسأل 100 سؤال، من حقه نسمع مهما قال، من حقه يصرخ ويقول لا لو حد حرمه من اي حق. في خطر كبير بيواجهنا وخاصة البنات، هنعرف أكتر عن الموضوع ده من خلال حلقتنا اللي أعدها وصورها زمايلنا في قرية ناي في محافظة القليوبية. يلا بينا نتعرف عليه. لازم نعرفه النهارده، هنتكلم عن حق واحد بس، والحلقه دي من هدف فكرنا كتير وتناقشنا، والوقت اللي جاي عايزينكم تسمعونا. اسمعونا. انا اسمي سمر عادل، عندي 16 سنه، بحب الرسم، نفسي اطلع ممثله. انا صلاح الدين احمد، بحب كره القدم، وعندي 15 سنه ونفسي اطلع مش سياحه. انا اسمي وفاء رزق، عندي 13 سنه، وبحب الرسم ونفسي اطلع مذيعه. انا اسمي احمد ابراهيم، عندي 17 سنه، بحب كتابه الخط العربي ونفسي اطلع خطاط. انا اسمي ساره احمد، وعندي 14 سنه، وبحب القرايه ونفسي اطلع مدرسه. انا ايمن محمود، عندي 17 سنه، بحب الموسيقى ونفسي اطلع مهندس معماري. انا مازن. رانيا. انا نورا. ايمن. لما تكون بنت عندها 14 سنه، ازاي تبقى ام وازاي هتبقى زوجه؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده، الزواج المبكر لكل ام. ايه هو السن المناسب لجواز بنتك؟ كل اجابات الاسئله دي هنلاقيها في التقرير اللي انا عملته انا ووفاء. يلا بينا نشوفه مع بعض. يلا بينا نشوفه. ودلوقتي هناخد اراء الناس في الشارع عن موضوع حلقتنا النهارده. ايه راي حضرتك في الزواج المبكر؟ غلط. من اخطر ما يكون في هذه الاوان. الجواز المبكر غلط. غلط ان البنت تتجوز صغير. الجواز المبكر ما ينفعش، عشان البنت ما بتتحملش المسؤوليه ومش كويس عليها. المفروض تعاجل بالزواج، لان العصر احنا فيه كثرت فيه الفتن. طبعا غلط. البنت تتجوز صغيره احسن ما تتجوز كبير. البنت بمجرد ما تبلغ تنفع للزواج. تفتكر ايه السن المناسب لجواز البنت؟ فوق العشرين سنه. والله هو سن البلوغ 18 سنه 20 سنه، يعني تكون اتحملت المسؤوليه. يعني ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابل البنت لو اتجوزت في سن صغير؟ البنت ما بتنضجش، وبتبقى مش حامله مسؤوليه، وبتاخد لغرض معين، وبعد كده بيفشل الجواز. لو حملت وكده وهي لسه صغيره، الجنين هيطلع ضعيف، وهي ممكن تتعرض لحاجات كتير. يعني مشاكله لان لسه البنت من دول ما بتعرفش معنى الامومه ولا حسن تربيه الاطفال. يبقى مشاكل مع جوزها ومشاكل مع اهل بيتها. البنت بتبقى تعبانه في حياتها. شفنا يا جماعه اراء الناس في عن الزواج المبكر في قريه ناي في القليوبيه. انا شخصيا برفض الموضوع دوت، لانه اصلا اذا كان هي عندها 14 سنه اصلا، يعني هتبقى ام وهي عندها 14 سنه؟ يعني اذا كانت هي لسه طفله اصلا، لسه هي صغيره، هتبقى ازاي يعني تقدر تتحمل مسؤوليه حد؟ و ده هيأثر عليها. هيأثر على صحتها جدا، وكل يوم في النازل، ومش هتقدر تتحمل الحمل. فعلا فعلا. ودلوقتي يلا بينا نشوف نشره الاخبار مع مازن ورانيا. يلا هتشوف اخبار جامده جدا. بيكم في نشرة معلوماتية جديدة. أول خبر مع مازن بيقول: في تقرير اتعمل سنة 98 في ولاية ماديا برادش في الهند، بيأكد أن 14% من الفتيات اتجوزوا في عمر يتراوح ما بين 10 و 14 سنة. وفي خبر معايا تاني بيقول: إن الجواز في سن مبكر بيؤدي إلى نتائج سلبية
ويسبب آثار جسدية ونفسية في البنات، وده لأنهم بيتعرضوا للحمل والولادة والخضوع الجنسي بدري جدا. وعندي خبر جديد، كشفت دراسة بريطانية بتقول إن عام 2007 واحد من أكتر السنين اللي فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا. اتمنى نكون قدمنا لكم أخبار مفيدة جدا. استنونا واسمعونا في نشرة جديدة. دلوقتي دي لعبة الشبكة. فكرة اللعبة ان هيبقى كله ماسك ايد بعضه، ولما اجي ادخل رجله في خرم ما ينفعش حد تاني يدخل رجله فيها غير لما كنا طلعت رجلي بس، وما ينفعش حد يلمس الحبال، وما ينفعش رجلتين يخشوا في نفس الوقت بس. وهنبتدي من الناحية دي وعايزين نوصل لحد الناحية التانية. نعيد من الاول عشان تبطي اللي حبي. كان صغير وال كان في مشكله كمان ان احنا ايه، احنا عملنا كده بس اول اتنين بس هم اللي قلنا يتحركوا ازاي، الباقيين ما اتحركوا، ما قلناش ان هم يتحركوا ازاي. اول اتنين اتحركوا صح ووصلوا، كانوا قربوا يوصلوا فعلا، الباقي ما كناش عارفين ده يتحرك ازاي. فكنا المفروض فعلا يعني نشوف هنعمل ايه، هنمشي ازاي وكده قبل ما نبتدي، يعني ان احنا نعرف نتواصل مع بعض يعني عشان نعرف نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. ايوه. ايه رايكم يا جماعه في جواز البنت وهي عندها 14 سنه؟ تفتكروا ممكن تتحمل مسؤوليه جواز البنت وهي عندها 14 سنه؟ لا طبعا، ده ما ينفعش اصلا. انا رايي بقى ان هي اصلا ما تصلحش ان هي تكون ام، ان هي اصلا ازاي هتلحق هترعى البيبي بتاعها او الطفل بتاعها وهي محتاجه حد يرعاها فعلا، وهترعى ازاي جوزها وهتشوف مطالبه والحاجات دي كلها ازاي هتعملها وهي اصلا لسه عقلها ما عندهاش خبره. ما تكونش. ده حقيقي، ده ما عندهاش خبره كافيه يعني بالحياه، فمش هتقدر يعني تتعامل معاهم كويس. طب ايه رايكم يا جماعه نروح ونشوف الدراما اللي عملوها زمايلنا في قريه ناي؟ نادى على القضيه الاولى. القضيه الاولى الزواج المبكر. النيابه تحب تقول ايه؟ حضره القاضي، اليوم احنا امام قضيه هامه، قضيه خطيره، الضحيه فيها طفله والجاني فيها الاب والام دول. بريء يا سعاده البيه، بريء. عايز حد يتكلم ولا مظلوم منه؟ نيابه كمل. الضحيه اسمها عواطف، سنها 14 سنه. تتصور يا سياده القاضي ابوها يجوزها في السن ده؟ تجوزها وهي عندها 14 سنه؟ ده كلام. انا مش هتكلم كتير، انا هخلي الشاهد الاول هو اللي يحكي. الشاهد الاول دكتوره الصحه. الحكايه ان الام دي جت لي ومعاها عواطف بنتها اللي كانت عيانه جدا، وبعد ما كشفت عليها لقيت عندها نزيف شديد ولازم اعمل لها عمليه. وتفتكر ايه هو السبب؟ السبب انهم جوزوها وهي في سن صغير. يا حضره القاضي، كل شيء في الدنيا بمعايير، الزرع بيطرح بمعايير والاكل بيستوي معايير، دي حكمه ربنا. لكن الاب ده جوز بنته بدري عن معاده، عشان كده حصل له اللي حصل. ايه هو السن المناسب لزواج البنت؟ مش قبل 18 سنه. شكرا. وانت ليه عملت كده يا سياده القاضي؟
البنت ملهاش الا بيتها وجوزها، وكده كده كانت هتتجوز، ولو ما كنتش جوزتها كانت هتطلع ايه يعني؟ ممكن سياده القاضي نسمع راي المدرس بتاعها؟ الشاهد السن المدرس. عواطف كانت من اشطر الطلبه عندي في الفصل، كانت متخيله نفسها تطلع مذيعه او مدرسه. شفت يا عم سعيد، اديك قضيت على مستقبل بنتك، بس انا عايز اعرف مين اللي كتب كتابها. انا يا سياده القاضي. انت ازاي عملت حاجه زي دي؟ انت ما تعرفش ان ده ضد القانون؟ يا سياده القاضي، الاب والام دول ادوني شهاده تسليم وقالوا ان البنت دي عندها 18 سنه بس هي شكلها صغير، وبعدين سالوا بتوع الصحه. سيد القاضي، يعني الراجل ده ما جناش على بنته وبس، لا وغش كمان. بس شكرا، اتفضل. انا عايز اسمع كلام البنت. ها يا عواطف، تحب تقول ايه؟ تسمعني ايه؟ من امتى هو في حد بيسمعني؟ اذا كانت امي اللي هي امي ما سمعتنيش، انت جاي دلوقتي عشان تسمعني بعد ايه؟ بعد ما قتل الطفوله جوايا كنت فين وكان فين المجتمع؟ امي وابويا هما اللي غصبوا عليا وقالوا لي لو ما اتجوزتيش مش هخرجك من البيت ابدا. وانت كنت عايزه ايه؟ انا كان نفسي العب زي البنات اللي في سني واكمل دراستي عشان اطلع مذيع واشرف اهلي، بس ابويا رفض. بعد كل اللي انتوا سمعتوه تحب تقولوا حاجه؟ ايوه، احنا غلطنا وعايزين بنتنا تسامحنا. اننا نعرف اننا غلطنا فده شيء كويس، بس لازم تدفعوا ثمن غلطتكم. اذا الحكم بعد المداوله. رفعت الجلسه. تفتكروا لو المحاكمه دي حصلت في الوقت ده بجد ايه اللي ممكن يحصل؟ محاكمه تحصل بجد؟ بجد هي كان لازم تحصل بجد اصلا، يعني لان موضوع الجواز المبكر ده ازاي يعني ازاي اب اصلا يقبل يجوز بنته كده بدري؟ تمام. ايوه حصل هناك كمان، كان الدكتوره كانت بتقول ان في تاثير سلبي وحش جدا جه على البنت، ان هي ما قدرتش ان هي تتحمل الحمل وكده. ايوه ده لان كمان سنها صغير. سلبيه عليها. والمدرس قال ان هي كانت اشطر بنت في الفصل عنده، وان هي كان نفسها تبقى مذيعه والاحلام دي كلها طبعا ضاعت بسبب الضغط عليها واثرت على حياتها. طيب ايه رايكم نروح ونشوف نوره مع زميلنا صلاح في لقائنا النهارده؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا. بنرحب بالدكتورة هالة دمنهوري، أخصائية أمراض نساء وتوليد بوزارة الصحة وعضو مؤسسة المرأة الجديدة. أهلا بك يا نورة وأهلا بك يا صلاح. أهلا بحضرتك. أهلا. ممكن تعرفينا إيه هو الزواج المبكر؟ الزواج المبكر هو حدوث الزواج في سن صغيرة. القانون بتاعنا بيعرف السن ده إن هو مش أقل من 16 سنة، وده في الحقيقة برضو لسه يعتبر سن أصغر كمان. طب ليه دكتور الأهل بيلجأوا للزواج المبكر بالنسبة للبنات؟ في مثلا اعتقاد سائد عند كتير من الأسر المصرية الشعبية ذات المستوى الثقافي المحدود إن البنت لو تأخر سن جوازها ممكن تبور وما يجيلهاش عريس، ده واحد من الأسباب. السبب التاني ان البنت لازم تتستر، ان البنت لو اتسابت وما اتجوزتش بدري يعني تجيب لهم فضيحه ولا تعمل حاجه مش كويسه. السبب الثالث ممكن يكون سبب اقتصادي بحت. الاسر الفقيره احيانا بتلجا للزواج المبكر للخلاص مثلا من البنت والعبء الاقتصادي بتاعها. ممكن حضرتك تقول لنا ايه هي نسبه الزواج المبكر في مصر، وهل ده ترى بيحصل بره في مجتمعات تانية؟ والله يا صلاح عشان ارد عليك بنسبه رقميه محدده ده شويه صعب، لانه احنا عندنا مشكله التسجيل اللي مش مظبوط في مصر. نسبه كبيره من البنات اللي بيتجوزوا بدري، المأذون طبعا عارف انه اقل من 16 سنه مش مفروض يعقد العقد ده قانونا، فالاهالي بيلجأوا ان هم يجيبوا شهادات مش مظبوطه، شهادات ميلاد مش مظبوطه، او ان هم يسننوا البنت عند دكتور بشهاده، لان احنا اصلا ما عندناش تسجيلات خاصه بالمواليد، مش كل المواليد بيتسجلوا. في الريف بالذات الحدوته دي منتشر. سنه 95 مثلا كان نسبه الزواج في الستات اقل من 20 سنه في مصر 25%، ودي تعتبر نسبه عاليه جدا. مع كده مصر برضو مش من اعلى البلدان اللي بيحدث فيها زواج مبكر، في نسبه اعلى من كده بتحدث في